الله يعطيك كل عافية. في صوت؟ دكتور في صوت، الله تمام، يعافيك. الله يعطيك العافية، يا رب ييسر أمورك إن شاء الله على خير. الله يعطيك العافية. كونه في صوتي كويس، راح أبلش، والمحاضرة مثل ما قلت لكم مسجلة إن شاء الله، هاي مسجلتها. شكل الوقت مع ما اتفقنا عليه مش مناسب للطلاب، راح نبكره، هو متأخر كثير أنا عارف. أنا كنت بدي أقترح هذا الاقتراح اليوم عليكم. طيب مثلا أحد، ثلاثة، خميس بناسبكم الساعة 5 6 هيك مثلا؟ تفضل تفضل يا رناد. دكتور، أحد ثلاثاء الخميس عندي درس الساعة 5، يعني ما بلحق أوصل البيت مثلا عشان أحضر المحاضرة أو إنه أرتاح شوي. طيب اذا عشان تناسب، قديش ما انا اسجل المحاضره لكم تحضروها متى ما بدكم، ونعمل لقاء يوم السبت بكير يكون هيك، اريح راح يكون انه يعني هي. دكتور هذا اقتراح ممتاز، انه يعني يكون المحاضرات مسجله ونخلي الاسئله ليوم السبت. خلص هذا احسن شيء حيكون لهذا ان شاء الله. على العموم انا هسه بدي اسجل، اللي بده يضل يضل، اللي بده يروح يروح، يعني انا حسجل هسه المحاضرة يعني في حالي، واللي بده يضل يضل، واللي بده يروح يروح، يعني لا يعني حين انا بدي ابلش اشرح يعني ان شاء الله اللي بده يسال ان شاء الله وخلص. هذا احسن حل حيكون لهذا ان شاء الله. راح اسجلهم المحاضرات انا على رواقه، والسبت بنعمل مناقشه، واي وقت غير السبت كمان، يعني اي وقت غير السبت ان شاء الله. خليني من الان اعمل شير وابلش. مثل ما حكيت أنا هسه راح أسجل المحاضرة على بناء اللي بسجلها. أكيد اللي بده يضل يسأل أو اللي بده يغادر المحاضرة راح أنزلها على جوجل درايف إن شاء الله. نقيم الماسك هيك أحسن، أتوقع الصوت واضح هيك. بسم الله، نشوف كل الصوت كله تمام. بس بدي أسأل سؤال، مبين الشاشة اللي هي شابتر 5 إلكتريك فيلدز ماتيريالز، مبينة؟ مبينة بالله؟ مبينة دكتور. استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تشابتر، طبعا مسجل مسجلها، تشابتر 5 هو بدنا ندرس فيه الالكتريك فيلد جوا الماتيريالز. طبعا هذا الحكي كلياته تم شرحه بالفيديو اللي انا معطيكم اياه على اليوتيوب، راح امر عليه واقول لك الان انا شو المهم عندي، شو المهم عندي. نظبط بس الطلاب يدخلوا بدون ما يجونا. بدنا نقول لك الان احنا بهاي المحاضره شو هي الامور المهمه عندي انا، واللي انا بدي اياكم تركزوا عليها. انتم بتعرفوا الماتيريالز هي ثلاثه انواع، في المواد العازله اللي هي الداي الكتريكس او الانسوليترز، المواد الموصله اللي هي الكوندكترز، المواد شبه الموصله اللي هي السيمي كوندكتر. سيمي معناها شبه، كوندكتر معناها موصل. الان بالداي الكتريك ما في حركه شو معنى يعني شو معنى موصل؟ موصل للتيار الكهربائي. طبعا التيار الكهربائي هو حركه شحنات اللي انتم بتعرفوها حركه الكترونات. ما في حركه الكترونات بالداي الكتريك شو ما طبقت عليها. يعني شو ما حطيت فولتي، يعني الان انت بالسلك، اذا عندك سلك وبدك تاخذ لمبه أكيد بدك توصلها لبطارية لفرق جهد. الآن لو جبت خشبة ووصلتها بلمبة، شو ما حطيت بطارية ما بتاخذ اللمبة. إذا بالداي الكتريك ما في حركة الكترونات شو ما كان يكون. بالكوندكت اللي هي الانسوليترز، إذا داي الكتريك هي نفسها انسوليترز اللي هي المواد العازلة اللي ما فيها حركة الكترونات وما بتوصل التيار. المواد أما الكوندكتر هي المواد الموصلة ففيها إلكترونات حرة،
وهاي الإلكترونات الحرة موجودة، بس متى تتحرك بانتظام؟ لما تطبق عليها إلكتريك فيل، اللي هي الآن السلك، السلك السلك نفسه موصل السلك. إذا أنا وصلت السلك على لمبة ووصلت السلك تبعي من الطرف الثاني على بطارية، البطارية نتيجة تولد لي فرق جهد، فرق الجهد ها بدفع الإلكترونات تتحرك بالسلك. أشافين can migrate free electrons، الإلكترونات can migrate، شو معنى can migrate؟ يعني تنتقل، migrate زي immigrate يعني تهاجر من ذرة لذرة حتى يتولد تيار كهربائي. ومثال عليها الميتلز. أما السيمي كوندكتر فهي توصل التيار الكهربائي بظروف معينة، هاي بتاخذوها في مساق الإلكترونية. السيمي كوندكتر توصل يعني in between ما بين الكوندكتر والدايلكتر. أكيد الكوندكتيفيتي الموصلية إلها مقياس هو سيجما. هيا سيجما. أشغل بس الـ notations. هو سيجما. أيوة سيجما هي مجر of how easy the electron can travel through a material under the influence of an external electric field. الآن أنا لو كان عندي موصل، موصل حطيت عليه اللي هو فرق جهد، اللي هو فرق الجهد أنتوا عرفتوا أن البوتنشال نتيجة electric field، حطيت عليه electric field معين، electric field معين أكيد راح تنتقل الإلكترونات أو الشحنات فيه. مقدار الموصلية اللي بالسلك هاي بنسميها إيش؟ سيجما، الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي. إذا أول، إذا غير إنك الآن صرت تعرف أنت ثلاث أشياء، عندك داي إلكتريك، كوندكترز، سيمي كوندكترز، وبدك تعرف الكوندكتيفيتي اللي هي مقدار موصلية المادة بوجود الإلكتريك فيه. هاي يجي الآن هون الموصلية، كل ما كانت أكبر كل ما كانت المادة موصلة للتيار الكهربائي أكثر، موصلة أكثر. إذا سيجما بتساوي إنفينيتي معناها بيرفكت كوندكتر، إف سيجما بتساوي زيرو معناها بيرفكت دايلكتر. هذول مهمات جدا 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 بدنا نركز عليهم للمستقبل. إذا السيجما بتساوي زيرو شو معناها؟ بيرفكت دايلكتر يعني مستحيل يمر التيار الكهربائي. السيجما بتساوي انفينيتي بيرفكت كوندكتر، وراح نيجي بعدين شو معناها الانفينيتي. الكوندكترز مثل ما حكينا بغياب الالكتريك فيل هو في فري الكترونز موجودة بتتحرك براندوم دايركشنز، وهي كونه الفري الكترونز يعني بدك تتخيل انت انه الالكترونات بتتحرك اشي هيك اشي هيك اشي هيك. المجموع الجبري لسرعتهم وحركتهم بيساوي زيرو، بيساوي زيرو بغياب الالكتريك فيه. أكيد أنتوا عارفين كوندكتر بدون يعني بدون إلكتريك فيلد ما بتحرك في تيار كهربائي، ولكن لما تطبق أنت إلكتريك فيلد عليه الإلكترونات بتصير تتحرك من ذرة إلى ذرة، تتحرك الإلكترونات من ذرة إلى ذرة باتجاه أوبوزيت للإلكتريك فيلد. ليش أوبوزيت للإلكتريك فيلد؟ الإلكتريك فيلد أنا من الموجب للسالب، والإلكترونات إيش بتتحرك. المهم عندي أنا هون، المهم عندي أنا هون إنه their movement is characterized by an average velocity called electron drift velocity. هاي الآن المعادلات هذول الثلاثة أربعة اللي بدي أعطيك إياهم هاي معادلات سريعة، أنت مش مطالب باشتقاقهن ولكن مطالب بهن، وهي معادلات سهلة. يعني الآن إشي بتحرك مش له سرعة، الإلكترونات لما تطبق عليها إلكتريك فيلد بصير لها سرعة، هاي سرعة، هاي السرعة يو اي. بصير إلها سرعة،
شفت كيف؟ بصير الإلكترونات لما تتحرك لما يطبق عليها إلكتريك فيلد بتمشي بسرعة معينة، وأكيد أكيد اتجاهها بيكون عكس اتجاه الإلكتريك فيلد. هاي السالب معناها هاي السرعة بنسميها إلكترون دريفت فيلوسيتي، بتساوي معامل معين من الفيزياء إلكترون موبيليتي، الوحدات تبعته متر تربيع على فولت دوت سكند. هاي لسه بالتابل يعني أكيد في الإلكتريك فيلد، هاي أول قانون. وأكيد الإلكترون موبيليتي هاي موجودة بتابلز، بتكون تعطى إلك موجودة في تابلز، وهاي الوحدات تبعتها لازم تعرف. بدنا نعرف إشي اللي هو الكرنت دنسيتي اللي هو جي. جي اللي هو معناه التوتال كرنت ثرو ا سيرفيس اس. الآن إذا كان عندك سيرفيس اس، هسه راح نبين لك. الآن لاحظ احنا الآن عرفنا انه في كان عندك بالكوندكتر فري الكترونز، طبقت عليهم الكتريك فيلد مشوا بسرعة معينة، مشي الالكترونات بسرعة معينة راح يصير في تيار كهربائي. التيار الكهربائي كيف بطلعه؟ خلينا نجي لهم. جي راح تساوي معامل فيزيائي معين مضروب بالدريفت فيلوسيتي. مش انا لاحظ اذا ما كان في الكتريك فيلد شو الدريفت فيلوسيتي؟ زيرو، لانه الكتريك فيلد زيرو وبالتالي ما في حركه الكترونات. لكن نتيجه وجود الالكتريك فيلد راح تتولد ايش؟ حركه للالكترونات باتجاه مخالف لحركه الاتجاه الالكتريك فيلد، وبالتالي راح يتولد عندك عشان نشتق التيار شيء بنسميه جي. جي بيساوي الكترون تشارج دنسيتي. لاحظ الكترون تشارج دنسيتي يعني حيكون كولوم لكل متر تكعيب في الدريفت فيلوسيتي. هذا الجي احنا بنسميه سيرفيس كارنت دنسيتي. سيرفيس كارنت دنسيتي بيكون اتجاهه باتجاه العمودي على السيرفيس. الان كيف بشتق منه التيار اي؟ اي بيساوي تكامل السيرفيس لجي دوت دي اس. يعني زي كانه بيساوي الفلكس. متذكرين الفلكس؟ هاي هو التيار اي، اعرفوا هذا القانون. اذا اي بيساوي تكامل جي دوت دي اس. طب شو هي جي؟ جي بيساوي رو في اي في يو اي. طيب الان الدريفت فيلوسيتي هاي بجيبها اللي هي ماينس ميو اي في اي، بحطها هون بدل هون، بصير عندك الجي بيساوي ماينس رو في اي هيها من هون، والميو اي في اي، الميو اي والماينس رو في اي لما ضربوا ببعض اللي هي السيجما. اذا شفتوا شو هي السيجما؟ هاي هي السيجما. السيجما بيساوي ماينس رو في اي في ميو اي اللي هي الكوندكتيفيتي. ولاحظ هذا عندك زي كأنه قانون أوم، مش قانون أوم. التيار بيساوي أو 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 الفولتية قانون أوم، مثل ما أنتم متذكرين، مش قانون أوم. I بيساوي V على R، ومش بيساوي V في الكوندكتنس. هي الآن إحنا بدنا هاي V في الكوندكتنس، I زي كأنها J، ال V اللي هي الE، ال G اللي هي الكوندكتنس اللي وحدتها سيمنز، نفسها ايش؟ السيجما. السيجما اللي هي الكوندكتيفيتي. عشان هيك هذا بنسميه اومز لو بوينت فور. هاي القوانين رح تستمر معانا على طول وتم شرحها كده. سيجما از يوجوال ليستد ان تيبلز. الموصليه، موصلية المادة عادة بتكون listed in tables. الآن كيف أطلعها؟ كيف أطلعها؟ هاي الكفر لميو إي وهاي البي إي، أضربهم ببعض وتطلع سيجما، صح ولا لأ؟ وجرب وشوف. للسيليكون لأنه الكفر عندي أنا موصلية، يعني اما للسيليكون، السيليكون ماده، لاحظ هي ماده موصله عشان هيك فيها ميو اي ورو اي. اما للسيليكون هي ماده عازله، لا
راح يكون في عندي للالكترونز وللهولز عشان هيك ضرب من بعض ميو اي رو اي زائد ميو اتش اللي تبعت الهولز والرو اتش. تيبيكال فاليوز فور درست فيلوسيتي يو اللي بين 10 قوى سالب 3 ل 10 قوى سالب 4. الان كمان مره نيجي لهون. افرض الان انا قاعد بتكلم على داي الكتريك، السيجما بالداي الكتريك كم؟ قلنا الكوندكتيفيتي بالداي كوندكتيفيتي زيرو بالبيرفكت داي الكتريك، وبالتالي الجي بيساوي زيرو، ما فيش تيار. هي امبيرفكت داي الكتريك والسيجما بيساوي زيرو، جي بيساوي زيرو، شو ما كانت ايه. اما امبيرفكت كوندكتر، امبيرفكت كوندكتر السيجما بيساوي انفينيتي. لو السيجما بيساوي انفينيتي، طيب لو انا اجيت عوضت هون سيجما بيساوي انفينيتي، حطيت جي على انفينيتي، مش اي شيء على انفينيتي بيساوي زيرو، اذا اي بيساوي جي على انفينيتي وبيساوي زيرو. شو ما كان يكون جي، راح تعرف انت انه جوا البيرفكت كوندكتر الالكتريك فيلد بيساوي زيرو. هاي حقيقه ثانيه. دائما اذا نيجي الان نلخص جوا البيرفكت كوندكتر الاي بيساوي زيرو، جوا البيرفكت كوندكتر الاي بيساوي زيرو، اذا كان بيرفكت داي الكتريك الجي بيساوي زيرو، جوا البيرفكت كوندكتر الاي بيساوي زيرو لانه سيجما انفينيتي، اما بالبيرفكت داي الكتريك العازل السيجما الموصليه زيرو وبالتالي الجي بيساوي زيرو. هذول مهمات جدا جدا. نيجي الان على هذا الموضوع، راح اشرح الان هذا اللي هو الباوندري كونديشن، راح اشرح جزء منه هون وراح اكمل منه في نهايه شرحي للمساق، وراح اكمل فيه في نهايه شرحي للمساق. الان الباوندري كونديشن ما راح اطالب بالاشتقاق، ولكن راح ابينه لك. ما راح اطالب بالاشتقاق ولكن راح ابينه لك بشكل عام للطلاب اللي حاضرين. حدا عنده اي سؤال؟ اذا ما حدا عنده اي سؤال عادي يسال، اللي عنده اي سؤال يسال. ومثل ما حكيت للطلاب اللي حاضرين، تفضل يا عاشور. مرحبا دكتور، يعطيك العافيه. الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل. دكتور بدي اسالك، متى الميد صار؟ بعدنا ما حددته، بس راح يكون راح احدده خلال الاسبوع هذا او الجاي ان شاء الله. بموعد بنفسه. حدا عنده اي سؤال؟ اذا مثل ما حكيت علشان اسهل عليكم وعلى الطلاب، شكلي راح اسجل محاضرتين الاثنين والاربعاء واشوف كل خميس في موعد بكير. هل هذا لحد الان مناسب لكم؟ هل هذا مناسب لكم؟ بس دكتور اي ساعة؟ بنحددها ان شاء الله، يعني اكيد بنحددها. بشوفكم السبت مش الخميس، السبت محاضرة السبت؟ بشوفكم السبت ان شاء الله. هل هذا بناسبكم؟ دكتور انا عني شخصيا والله يعطيك العافية والف سلامة عليك. الله يسلمك ويرضى عليك يا حبيبي، شكرا لك ابو عاشور. خلنا نشوف. ومثل ما حكيت هاي المحاضرة أنا مسجلها، يعني وقاعد بسجل فيها الآن عشان بدي أنزلها، واللي بده يظل يظل، اللي بده يغادر يغادر، كله يعني اللي بناسبكم أنا موجود. يعني أنا المهم عندي تستفيدوا وبنفس الوقت يعني ما تعبكم معنا. الباوندري الله يعافيك ويرضى عليه. الباوندري كونديشن الآن إحنا راح نجيب أسئلة نطلب منك، أو يعني راح نجيب أسئلة الآن يصير الباوندري الحد ما بين ماتيريال وماتيريال. يعني الآن ماتيريال جنب ماتيريال، يعني هاي الماتيريال اللي تحت هون هي عبارة عن يعني لحظة ماتيريال تحت، أنا كاتب لك إنه سيجما بيساوي إنفينيتي. سيجما يعني شو يعني سيجما بيساوي إنفينيتي؟ سيجما بيساوي إنفينيتي معناها بيرفكت كوندكتر. هاي الماتيريال اللي تحت بيرفكت كوندكتر، ومثل ما حكيت البيرفكت كوندكتر
بيكون دائما وابدا الالكتريك فيلد فيه بيساوي زيرو. هاي الماتيريال جنبها ماتيريال ثاني فري سبيس. فري سبيس فري سبيس الفري سبيس مثل ما حكينا الفري سبيس اكيد بالفري سبيس سيجما بيساوي زيرو. الفري سبيس اللي هو اللي انتم اخذتوه في تشابتر 4. الان احنا قاعدين نتكلم في تشابتر 5 دخل معامل السيجما عندنا. هذا الباوندري راح يلعب دور في ايجاد الالكتريك فيلد على السيرفس. خلينا نشوف بدون اشتقاق. دائما وابدا اذا كان عندي ماده ماتيريال كوندكتر جنبها ماتيريال فري سبيس، لاحظ هذا العمودي بيكون عمودي على الكوندكتر عشان تعرف. الاي ان هات هو العمودي على الكوندكتر. بالله نيجي على مثال بسيط او هسه برسمه او خليه شو. دائما ابدا الاي تانجنشال على السيرفس على الالكتريك فيلد، يعني مش اي الكتريك فيلد انا بدي اوجده له تو كومبوننت. الالكتريك فيلد هو عباره عن فيكتور له تو كومبوننت، واحد تانجنشال على السطح وواحد نورمال على السطح. دائما ابدا الاي تانجنشال على السطح اللي بين الكوندكتر والفري سبيس بيساوي زيرو. خلص خذوها قاعده. نيجي كمان مره، عندك انت ماتيريال فري سبيس، عندك ماتيريال هو كوندكتر وجنبها فري سبيس. انا الالكتريك فيلد التانجنشال على السطح اللي بيفصل بين الكوندكتر والفري سبيس دائما وابدا الاي تانجنشال بيساوي زيرو. الاي تانجنشال بيساوي زيرو. There is only a normal component of electric field on a conductor surface. دائما وابدا الاي تانجنشال بيساوي زيرو. بس في عندي normal component. بس في عندي normal component. اما التانجنشال component للالكتريك فيلد بيساوي زيرو. طب شو هو النورمال كومبوننت قيمته؟ نيجي لتحت. اذا النورمال كومبوننت قيمته هي هذا هي مش محطوطه في مربع. الاي ان بيساوي رو اس على ابسلون نوت. رو اس موجوده على السطح اللي هي السيرفس تشارج دنسيتي، موجوده على السطح على ابسلون نوت. هاي هي القيمه. اذا دائما وابدا الاي تانجنشال على سطح الكوندكتر اذا كان جنبه فري سبيس بتساوي زيرو. اما الاي نورمال اللي هي موجوده، الاي نورمال اللي هي بس الوحيده يعني الموجوده اي نورمال بتساوي رو اس على ابسلون نوت. طب شو يعني اي نورمال بتساوي رو اس على ابسلون نوت؟ طب ابسلون نوت في اي ان شو هي؟ دي ان. مش ابسلون نوت في اي دي؟ اي ابسلون نوت في اي ان بتساوي رو اس. طيب الاي ان مش دائما ابدا الاي اكس شو هي؟ اي دوت اكس هات، صح ولا لا؟ طب اي واي يعني الان على سبيل المثال خلينا نكتب هون شوي بعض الامور. لو قلنا الان هيك انا عندي الكتريك فيلد هيك فيكتور وهذا الاكس وهذا الواي، شو هي المركبة تبعت اي باتجاه اكس؟ مش شو هي؟ مش هي اي اكس بتساوي اي دوت اكس هات، صح ولا لا؟ الاي واي مش بتساوي اي دوت واي هات للبروجكشن. طيب افرض هاي كانت تانجنشال وهاي نورمال، يعني الاي نورمال شو بتساوي؟ اي دوت اي ان هات. هي اي نورمال بتساوي اي ان هات دوت اي بتساوي رو اس على ابسلون. الان علشان تعرف ايضا الاي ان كروس اي بيساوي زيرو، لانه الاي ان كروس اي بيعطي اي تانجنشال.
إذا نيجي على القواعد المهمة اللي أنا بدي إياها منكم واللي راح تبين بالمثال ما راح تبينها، أنا راح أطمنك راح أحل مثال عليها إن شاء الله، بس بدي لما أمشي شوي بالمهد. إذا نيجي على القواعد المهمة اللي أنا بدي إياها منكم، الـ tangential دائما أبدا على الـ conductor surface بيساوي زيرو، والـ an hat اللي هو النور هذا النورمال، هي مكتوب النورمال على الـ conductor surface cross E بيساوي زيرو. ليش؟ لأنه ها بيعطي الـ tangential والـ tangential بيساوي زيرو. وأنا بدي إياك تعرف هذول إنه الـ E normal شو قيمتها؟ رو أس على إبسلون بيساوي يعني الـ dn بيساوي رو أس، والـ an hat dot E بيساوي رو أس على إبسلون. هذول هن القواعد اللي انا بدي اياها، هذول بدكم تحطوهم بالشيت. على سبيل المثال، على سبيل المثال على سبيل المثال يعني لو كان عندي انا كره كوندكتر، الكره كوندكتر، شو الالكتريك فيل اللي عليها بده يكون الكومبوننت عليه؟ مين بيقدر يقول لي؟ كره، سطح كروي، سطح كروي كوندكتر، سطح كروي كوندكتر، كره كوندكتر، مش عارف ارسم انا. الالكتريك فيل الوحيد اللي عليها هو النورمال. طيب شو هو النورمال على سطح الكره؟ صح؟ إذا بس الكومبوننت الوحيدة راح تكون أما إي ثيتا ما هي تانجنشال، والإي فاي تانجنشال بيساوي زيرو. هاي علشان تعرفوها مهمة جدا جدا. نفس الشيء بالنسبة للسلندر، إذا كانت سلندر شو هي النورمال كومبوننت على السلندر؟ الرو، إي رو. أما الإي زد والإي فاي بيساوي زيرو. هذا مثال سهل جدا، اكب طاير الراديوس تاعه 1.5 مليمتر، معطيك سيجما وميو اي، معطيك ايه اوجد رو في اي جي اي. هذا سهل جدا وتطبيق مباشر، بتمنى تحلوه، تطبيق مباشر جدا بتمنى تحلوه. فايند رو في اي، فايند جي، فايند اي. لاحظ عندك الرو في اي قانون مباشره، ماينس سيجما على ميو اي، الجي بيساوي سيجما في اي، الاي بيساوي جي في اس مباشره. يعني انت بتعرف انه الاي بيساوي تكامل جي دوت اس، بس كونها شكلها يونيفورم معطيك اياها راديوس، ومعطيك كبر وير راديوس. الكبر وير هذا الراديوس له 1.5، بدك تحط المساحه تبعت الراديوس. شو مساحه الكروس سكشن تبع الوير؟ باي نقاط تربيع، باي نقاط تربيع، هي نقاط تربيع. طبعا بدك تدير بالك على اليونتس، المليمتر حولها لايش؟ لمتر. دير بالك على اليونتس، اليونتس مهمه جدا، كلياتهم بنحوله للاس اي يونتس، متذكرينها بالمقدمه انترناشونال سيستم اوف يونتس. بدك تحول المليمتر لمتر، هاي مصدر خربطه للطلاب، دير بالك. يعني حل هذا المثال يوصل للجواب النهائي الله يرضى عليك، حله سهل جدا. Consider a conductor of uniform cross section to a battery. لاحظ هذا القانون راح نستخدمه بعدين في التفصيل، يعني هذا القانون راح نستخدمه بعدين. الجاي مثل ما بنعرف، لاحظ عندك الآن هذا كوندكتر، هاي هذا كوندكتر، بس خليني اخذ شوي نفس. Consider a conductor of uniform cross section connected to a battery. هذا كوندكتر، سيلندريكال كوندكتر.
الكروس سكشن اريا له اس، حاط لك فولتج، اكيد الفولتج راح تولد الكتريك فيلد، راح تولد الكتريك فيلد وراح يمشي فيه تيار، راح يمشي فيه تيار، الجي بيساوي سيجما في، صح ولا لا؟ وانتم بتعرفوا من القانون انه الفي طبعا طوله ال، وتكامل الدي، التكامل الدي ال، اذا انا يعني الفولتج الان انا كيف بطلعه؟ اي اللي هو تكامل اي دوت دي ال، اي دوت دي ال اللي هو هون على امتداد الكوندكتر، الفولتج بيساوي تكامل اي دوت دي ال يعني اي ال. حلو، الجي بيساوي سيجما في اي، يعني سيجما لاحظ عندك الفولتج بيساوي اي في ال، الكتريك فيلد في ال. طب الكتريك فيلد شو بيساوي؟ الفولتج على طول ال، اي عوضناها. والاي بيساوي جي في اس، الاي بيساوي جي في اس، معناها الجي شو بيساوي؟ اي على اس، اي على اس. اذا اي على اس بيساوي سيجما في على ال، حط لي في على طرف والاي على طرف واضرب الاي في باقي المعاملات عشان نطلع قانون اوم. انت بتعرف انه في الفولتج بيساوي كميه في اي، هاي الكميه هي الريزيستنس اللي هي ار اللي بتعرفوها، عوض اللي هي ار شو بيساوي؟ لاحظ عندك الفي في طرف والاي في طرف، راح تكون عندك الفي بيساوي ال على سيجما في اس اللي مساحه الكروس سكشن اي، اذا اللي هي الريزيستنس، اذا الريزيستنس شو بيساوي؟ ال على سيجما في اس. اذا الان جاك سؤال بالامتحان، معطيك انا جسم معين، اوجد لي المقاومه تبعته، احسب لي اياها من ناحيه فيزيائيه، بتساوي طوله على مساحه الكروس سكشن في الموصليه، هي قانون اوم. ان جنرال ار بيساوي في على اي، الفي شو هي؟ مش بيساوي الفي اللي هي ناقص تكامل ال اي ضد دي ال، والاي شو هي؟ تكامل سيجما في اي، شو السيجما في اي اللي هي الجي، صح ولا ضد دي اس؟ اذا انا الان من ناحيه الكترومغنتيك ممكن انا احسب ار، وهذا راح نطبقه بعدين. وانت بتعرف ال هي الطول والاس هي الكروس سكشن، هذا الحكي راح نيجي عليه في الامثله بعدين ان شاء الله. الان احنا شرح بعدين الامثله. مثل ما بتعرف انت اكيد هون الملاحظه هاي اللي هون بقول لك، اذا كان السلك موصول في تيار كهربائي اكيد السلك ما راح يكون ايكو بوتنشال، على الفرق الايكو بوتنشال اللي هو الفولتج بتكون البوتنشال نفسه على كل الجسم. It can be shown that power dissipated، الان الباور انتوا اخذتوا الباور dissipated، متذكرين power dissipated in a resistor او power absorbed يحطوها بالسيركت. It can be shown that انه الباور dissipated in a conductor، قانون مش مطالب انت باشتقاقه ولكن مطالب P، P بيساوي تكامل E دوت J دي V، P بيساوي E دوت J دي V. هذا اللي هو قانون جول، هذا اللي هو قانون جول. وتعرف انت انه الجي بيساوي سيجما في E، يعني E دوت سيجما في اي دي في، اي دوت اي شو بيساوي؟ اي تربيع في سيجما. كونسيدر ا يونيفورم كروس سكشن دي في بيساوي دي اس دي ال، يونيفورم كروس سكشن يعني ايش؟ يعني مثل هيك يونيفورم كروس سكشن باوله ونهايته نفس الكروس سكشن اريا. هيا عندك البي التكامل ثلاثي تربل انتجرال، لاحظوا دي في تربل انتجرال اي جي دي اس دي ال، لانه كروس سكشن، لانه يونيفورم كروس سكشن فرق وزع التكامل، يعني خذ الاي دوت دي ال وخذ الجي دوت دي اس. هاي انتم بتعرفوا انها الفولتج، هاي التيار، هاي قانون ايش؟ الباور في ال الباور للريزستر. مثال سهل، معطيك جي فاين كرنت ثرو ذا سيرفيس ديفايند باي رو بيساوي 2 زد 1 ل 5. قلنا السيرفس دائما وابدا بيكون في شغله ثابته وشغلتين متغيرات.
كونها انت معطيك اياها بالسلندريكال وقايل لك ان الرو 2 والزد من 1 ل 5 معناها الفاي باي ديفولت راح تكون من 0 ل 2 باي. اذا الشغل المتغير الثاني من 0 ل 2 باي، اي بيساوي تكامل جذر دي اس، هذا القانون. شو هن المتغيرات؟ واحده اللي هي بالفاي بالفاي، واحده بالزد. الزد من 1 ل 5 هي معطيك اياها، الفاي من 0 ل 2 باي باي ديفولت شرحت لك اياها، وخلي الرو ثابته قديش قيمتها؟ 2. حلو؟ نطلع الجواب. نيجي الان على الداي الكتريك. طبعا بعد اتوقع 10 دقائق بعد 3 دقائق راح اقطع هون وادخل بعد 5 دقائق ان شاء الله منه بكون ارتحت وخلص التسجيل. راح افصل هون وادخل بعد 5 دقائق عشان اشرح حضراتكم، بس بده وقت عشان ينهي التسجيل. الله يعطيكم العافيه.